لو الحكاية فيها إن فيتو مهرجان بكرة أحلى للعام الثالث على التواني لذوي الاحتياجات الخاصة تحت اسم حين تبدأ الروح. المهرجان بيضم الجزء الفني التشكيلي معرض لأعمال حوالي 20 جمعية من جمعيات المجتمع المدني ومدارس تربية فكرية، وبتشمل رسم وأشغال فنية، والجزء الخاص بالعروض لجمعيات المجتمع المدني وهي عروض معظمها استعراضية أو غنائية وموسيقية. المعرض والعروض خلال الأيام الأولى من المهرجان، والمهرجان بيهدف أساساً لإطلاق روح الإبداع عند ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق رسالة للمجتمع بدمجهم داخل المجتمع، وأنهم أفراد موجودين معنا وليهم كل الحقوق، وفي منهم من هو مبدع في سواء في الفن المسرحي أو الغنى أو الفن التشكيلي. المهرجان السنة دي انطلق انطلاقة مختلفة عن العام الماضي، أولاً بخروجه من مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية وخروجه داخل قاعة الهناجر في الأوبرا، فأصبح التفاعل أكبر، بجانب أن تسليط الضوء الإعلامي السنة هذا العام كان أكبر من العام الماضي، هذا بجانب زيادة عدد المشاركين عن العام الماضي. كمان احنا وثقنا المعرض توثيق عن طريق الفلاير اللي أصدره الصندوق والبوستر، بجانب انه لجنة فرد الأعمال الفنية لأول مرة هذا العام بتبرز وهم دكاترة من كلية فنون التربية الفنية ونقاد فنيين، معنا الأستاذ صلاح بيصار النقد الفني والدكتور محمد الصبان عضو في جمعية الفنانين التشكيليين، والفنان رضا فضل ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وهو معيد بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة الأزهر. كمان المعرض اهتم لجنة التحكيم اهتمت بانها توزع ما بين الشهادات وما بين الميداليات على جميع الحاضرين، بحيث انه ما يبقاش في نسيان لاحد من الاعمال او باهمال اعمال اخرى، فحاولنا ان احنا نوازن ما بين الاعاقات، كان عندنا اعاقات مختلفة، وحاولنا كمان نوازن ما بين الاعداد المشاركة في المهرجان. كمان من ضمن الحاجات اللي لافتة للنظر لهذا العام ان في عروض كتير متقدمة خلال ايام المهرجان تطوعية، وهي سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي جايين عن طريق الجمعيات او الفرق، والفرقة اللي هتعرض ان شاء الله يوم الثلاث فرقة قوطة حمراء، هي فرقة نزلت اسمها في الفلاير وقالوا ان هما بيوجهوا عروضهم للطبقات المهمشة والطبقات الضعيفة والمنسية من المجتمع، وان هما مشاركين في المهرجان بشكل تطوعي، هما عروضهم كلهم صامتة عن بلياتشو. كمان في عرض خاص بالمؤسسة المصرية للصم، وده هيبقى اليوم قبل الاخير، اسمه شابلن المصري وعرض بانتوماي. المؤسسة المصرية للصم اول مرة تشارك معانا في مهرجان بكرة احلى، ومشاركتهم كانت قوية سواء عن طريق الفن التشكيلي او عن طريق العرض اللي هيتم ان شاء الله في شابلن المصري. المهرجان السنة دي فعالياته بدأ من يوم 12 وتنتهي 17، وبنأمل إن شاء الله إن إحنا السنة الجاية ننطلق انطلاقة أكبر ونبقى مختلفين باختلافات ونقدر نجمع أعداد أكتر من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.